تمام. طيب لو انا حطيت اهو التاج اهوت، ده التاج اهو اللي هو ده ايه التاج بتاع البايب نفسه. طيب لو انا عايز اعدل فيه اهو فين، بقول له اديت فاميلي، احنا اتكلمنا فيها قبل كده بس ايه هنقولها برضو تاني، الحاجات اللي ناس عايز توضيح بنعيدها تاني كده بالراحه. بقول له اديت فاميلي وعايز اعدل انا في الكلام ده، اقف عليها اعمل سيلكت وصف خصوص. لو انا عايز اعدل ارتفاعات الكتابات او لونها او الحاجات دي كلها، هدخل في ايديت تايب وابدا اعدل من هنا. يعني ممكن اقول له ايه اللون دوت اختار لي لون تاني، تمام، اغير اللون، اغير اللاين ويت اللي هي سمك الخط، سمك الكتابات. لو انا عايز الكتابات خفيفه اخليها 1 2، الارقام لو عايز اتقل اروح مكبر الرقم عندي لحد 16. 16 طبعا مش هشوف حاجه في اللوحه، تمام. لو انت عايز الكتابات شفافه تشف اللي تحتيها بختار ترانسبنت، لو انت عايزها تبقى عاديه او باكيو. هنا ببدا اختار الفونت، التكست سايز لو انت عايزه بولد او ايتاليك او اندرلاين، ده مجرد شكل الكتابه. طيب لو عايز اغير في الليبل، اجي هنا اديت، الليبل ده عباره عن زي ايه فكره معينه او حاجه معينه هتتكتب، تمام. بلاقي هنا عندي سايز والسيستم تايب والكومنت، ممكن اقول له لا انا مش عايز كومنتس تعليق، انا عايز اشوف ايه اللي انا عايز اكتبه هنا. يعني ممكن اكون مثلا عايز اكتب ايه، اي حاجه انت عايز تكتبها تدوس عليها مرتين تزود عندي. ممكن تكون انت عايز بس تحط الاسلوب لو انت شغال صحي، ممكن تعوز عايز تحط اللينث زودها، تمام، ممكن عايز تحط الفلو، ممكن تعوز تكون عايز تحط الارتفاع. تبدا بمجرد بس تختار الخاصيه وتدوس على السهم دوت اد بارامتر تو ليبل، هيروح مزودها لك على طول. انفرت اليفيجن او حاجه في الارتفاع، سنتر اوف بايب، اسلوب زي ما انت عايز، ستارت اوف سيت، تمام. كل الحاجات دي ممكن تضيفها، كل دول اتضافوا ليه الليبل دوت. عايز تشيل حاجه برضو شيل زي ما انت عايز، هقول له لود انتو بروجكت، بيقول لي ده البارامتر ده موجود قبل كده عايز تعدل فيه، بقول له اه عدل، فبيبدا يزود لي كل الحاجات ديت، تمام. لو في سلوب بيكتبه، لو في السلوب هنا صفر بيبدا يكتب لي كل القياسات ديت. طب انا هنا عندي الكلام مش واضح، مش قادر افهم ايه الرقم ده وايه الرقم ده، ادخل ايديت فاميلي تاني واعلم على الكتابات واقول له ايديت وابدا بقى اميز له. يعني اقول له هنا اكتب لي كلمه سلوب، وهنا هقول له اكتب لي كلمه لينث، تمام. الانفيرت اليفيشن اقول له اكتب لي كلمه اليفيشن، تمام. ممكن اكتب له كلمه هنا بعديها مثلا ام ام مثلا، وممكن ادوس هنا بريك. بريك يعني ايه؟ يعني خلي ده في سطر وده في سطر، خلي ده في سطر وده في سطر، اخر واحده ما فيهاش بريك لان طبعا ده اخر سطر فمفيش حاجه تحتيه. اقول له اوكي، وممكن هنا اقول له لو انت عايز تحط هنا سيستم تايب اوكي، واقول له دنت بروجكت، طبعا بقى كذا سطر مفيش اي مشكله خالص، تمام. لو عايز تبدا تحط خطوط، ترسم خطوط زي مثلا ممكن تكون الشركه عندك بتعود على خطوط، مفيش اي مشكله، هتيجي كرييت واقول له ايه انا عايز ارسم لاين، وتبدا ترسم الخطوط اللي انت عايزها، تمام. نختار بس ايه السب كاتيجوري بتاعك، وتبدا ترسم الخطوط اي خطوط انت عايزها. ده بالنسبه ايه للفن، تمام. طيب لو انا عايز احط اخلي الفاميلي ديت ايه الفاميلي، عايز اخليها بقى مش للبايب مثلا الضغط او اي حاجه تانية. اشمعنى اول ما حطيت دي عارف ان دي بتاعت البايب؟ ليه؟ لان انا لو بصيت الخصائص هنا بلاقي عندي حاجه اسمها فاميلي كاتيجوري. فاميلي كاتيجوري اللي لما تدوس عليها بيقول لي الفاميلي دي خاصه بايه. يعني ممكن تكون الفاميلي دي خاصه بالبايب تاج، او خاصه بالبلامنج، او خاصه باي فيو او اي حاجه انا عايزها. ممكن اقول له خلي دي خاصه بالبلامنج فيكتشر. فين البلامنج فيكتشر؟ البلامنج فيكتشر، اي البلامنج فيكتشر اوكي. طب ما دام قلت له بلامنج فيكتشر
يبقى لازم اتاكد، لان البرنامج فيكتشر طبعا ما فيهوش سلوب. اروح جاي هنا واقول له اديت، وابدا اشوف ايه الحاجات اللي مش مظبوطه وابدا اشيلها، وابدا اشوف ايه الحاجات الصح. يعني بالنسبه لي هنا ايه الحاجه الفاميلي نيم، تمام، دي اللي الحاجات الموجوده في البرنامج فيكتشر. السيستم نيم، لو في تراب، لو في تايب نيم، اوكي. طيب انا دلوقتي لما هاجي احمله بنفس الاسم هيضرب لي اللي هناك، فانا هاجي هنا بقول له سيف از، سيفولي كفاميلي، بروح مسميه بلامنج فيكتشر، بلامنج، تمام، وسيفه ايه على اي مكان انا عايز. طيب بعد ما سيفته اقول له لود انتو بروجكت، بقى اسمه بلامنج فيكتشر، لود انتو بروجكت. اول ما اقف على اي حاجه بلومينج هبدا يكتب لي اسم الفاميلي، نفس الخصائص اللي انا قلت له اعملها لي من شويه. تمام، في حد عنده اي مشكله في الموضوع لحد دلوقتي؟ عشان ندخل بقى في المرحله اللي بعد كده، ان انا اعمل اي اكيوبمنت اعملها فاميلي. طيب نكمل ان شاء الله مع بعض. طيب لو انا عايز اعمل فاميلي جديده خالص، هو انا ممكن اعدل، يعني ممكن امسك الفاميلي دي وادخل اعدل فيها مفيش اي مشكله، بس انا عايز اعمل واحده من الصفر، تمام، عشان تفهم فكرتها. هقول له انا عايز فاميلي جديده، نيو فاميلي، فكده هيفتح لي اللي هو التمبليت فاميلي، تمام، هيفتح لي قائمه بيقول لي ايه اختار فاميلي تمبليت فايلز، اللي هو امتد ار اف تي، ار اف تي. هاجي هنا واقول له انا عايز التمبليت فاميلي، ابدا اشوف التمبليت فاميلي عندي فين. تيجي بص على ال RFT اهو، تمام. طيب لو انا عارف ايه اللي انا عايزه هختاره على طول، يعني ممكن اقول له ايه انا عايز اختار الكتريكال اكويبمنت، تمام، بيفتح لي فاميلي فاضيه خالص بس مجرد فيها بعض الحاجات اللي تساعدني في الشغل بتاعي، تمام. لو اخترت الكتريكال فيكتشر برضه هيديني الحاجات اللي تساعدني في الشغل بتاعي، مجرد بس ايه خطوط بسيطه كده تسهل علي الشغل لا اكتر ولا اقل. يعني ممكن اقول له ايه انا عايز فرنتشر اسيستات، انا عايز ميكانيكال اكويبمنت، سيلينج بيست، يعني اعمل لي الفاميلي دي هي صحبت سيلينج بيست، اول ما احطها في سيلينج هتقرا السيلينج. او ممكن اختار واحده تانية بتحط على الوول بيست، او ممكن اختار حاجه تانية ميكانيكال اكويبمنت، تمام، او ممكن اختار حاجه خاصه بشغل ال اي، يعني ممكن اختار واحد مثلا ايه متريك بلاستر، ممكن اختار حاجه ويندو، يعني زي ما انت عايز. اي فاهم، كل دي اشكال موجوده سهله عليه، سهل عليه. انا اختار هنا جينيريك موديل، جينيريك موديل دي بختارها لو انا لسه مكررتش الحاجه دي تبع اي تصنيف، يعني ممكن يكون عندي مثلا ايه حاجه ممكن تبقى ميكانيكال والكتريكال في نفس الوقت، يعني سخان كهرباء، كهرباء يبقى كهرباء، لا ده السخان ده في البلامنج، تمام. ففي بعض الترموستات، الترموستات دي هل هي كهرباء ولا تكييف، تمام. فلو انا مش مستقر على حاجه هقول له جينيريك موديل واقول له اوبن، تمام. الشاشه دي على اساس ان هو بيعمل لها ابجريد من 2009 ل 2013، تمام. هو كده فتحها لي، ابدا اشتغل عادي بدون اي مشكله. طيب احنا قلنا لو جينا هنا فاميلي كاتيجوري ابدا اختار انا عايز اشتغل ايه، يعني هي دلوقتي جينيريك موديل، ممكن اقول له لا ده انا هخليها ميكانيكال اير تيرمينال مثلا. اول ما بختار الاير تيرمينال بلاقي الخواص دي اتغيرت، تمام، ببدا اشوف الاختيارات دي اختارت اتغيرت. لو قلت له دكت اكسورسيس الاقي الحاجات اللي تحت دي اتغيرت، تمام. طيب اقول له اير تيرمينال واقول له اوكي. اول ما اختار اير تيرمينال تعال نبص على تحتيها فاميلي تايب، فاميلي تايب دي اللي بخلي منها كذا تايب وودي خصائص كل تايب، بلاقي هو اوتوماتيك قال لي ما دام دي اير تيرمينال يبقى في عندي حاجه اسمها ماكسي فلو ومينيمم فلو، فبقول له ماشي اوكي. باشمهندس نادر بيسأل انا حملت البرنامج ولما اجي فيه اللايبرري كيف اقوم بتفعيل التمبليت؟ لا مفيش اي مشكله خالص يا باشمهندس. طيب هي ليها كذا طريقه، هي ممكن تحملها من اي حد من على النت على طول، مش لازم تحط ملف التمبليت دوت في قلب الملف بتاع الريفت، لا ممكن تحط مثلا على الدي او على الاي، تمام. وانا هرفع لكم التمبليت على الصفحه بتاعت منطقه الظهريه،
تمام، او ممكن تدخل على كنترول بانل اديت ريموف بروجرام وتختار الريفت وتقول له انا عايز اعمل موديفاي فيه، وتعلم صح ان انت عايز تنزل التمبليت. او ساعات بيبقى النت فيه مشاكل، فهو اثناء التسطيب بيروح معدي المرحله ان هو ينزل التمبليت. تمام، فان شاء الله هحط لك انا الوصله بتاعت التمبليت، تروح منزلها عادي وتشتغل بيها عادي. طيب انا اول ما فتحت لقيت عندي الخطين دول، ايه الخطين دول؟ بعمل سيلكت عليه بلاقي حاجه اسمها ريفرنس بلين. ريفرنس بلين ده بيسهل لي تنظيم الشغل. يعني انا ممكن مثلا اقول له ايه، انا هرسم اتنين ريفرنس بلين، ولما يتحرك واحد فيهم الناحيه دي التاني يتحرك معايا، بحيث ان ايه يبدا يشوف الحاجات وتبدا تتحرك مع بعض. تعال نشوفها دلوقتي. تمام، يعني انا هرسم دلوقتي ايه ريفرنس بلين كمان، اجي من قائمه كرييت واقول له انا عايز ارسم ريفرنس بلين، وارسم ريفرنس بلين هنا وريفرنس بلين هنا. ماشي، وارسم ريفرنس بلان هنا وريفرنس بلان هنا. انا اول ما بقرب هما فاهمين بعض، فاهم ان الخط ده قريب من الخط ده، فبيعمل لي ايه محاذاه عليه. تمام، تمام، ده كده ريفرنس بلان. طيب انا عايز اربطهم بحيث ان نفس المسافه بين اليمين والوسطاني هي نفس المسافه بين الوسطاني والشمال. فهعمل ايه، هرسم دايمنشن. اجي هنا اقول له انا عايز ارسم الاين دايمنشن، واقول له ارسم دايمنشن مثلا من هنا لهنا. في الريفت بيكمل معايا، يعني لسه الامر شغال معايا كده اترسم. طيب عايز اخلي ده قد ده، علامه ايكوال فوق محطوط عليها علامه غلط، هروح دايس عليها اخليهم لهم مساويين مع بعض. تمام، واجي اقول له من هنا لهنا ومن هنا لهنا. تمام كده ايه رسمتهم قريبين من بعض، اشيل اقول له علامه ايكوال، خلاص بقول الاثنين ايكوال مع بعض. طيب لو انا عملت سيلكت على الريفرنس بلان ده وحركته لتحت، هتلاقي اللي فوق بيطلع لفوق. فهو كده بيعمل ايه، بيحافظ على المسافه اللي بينهم. تمام، هو كده بيحافظ على المسافه اللي بينهم. دي اول حاجه لازم تتعلمها في الفاميلي، موضوع الريفرنس بلين. هو موجود في الريفت بس ممكن ما نكونش احتكينا بيه قوي، بس هنا في الفاميلي لازم نحتك بيه. تمام، فاول حاجه انا عملتها ان انا رسمت ريفرنس بلين، وبعد كده برسم دايمنشن، او يعني هنا بقى بتبقى اسمها ايه، مجرد يعني حاجه بتحكمني وانا في الشغل بتاعي، بحيث ان انا ما اقدرش اتحرك حركه غير لما التاني يتحرك معاها، يعني بيظبط الحاجات مع بعض. تمام، يعني ما ينفعش اجي هنا انا عايز دي تبقى قد دي، لما اتحرك يمين التاني يتحرك شمال، بحيث ان المسافه بينهم تبقى قد بعض بالظبط. طيب دلوقتي انا رسمت المحددات بتاعتي او الكونسترين، عايز ابدا ارسم اي شكل. لو جيت بصيت في كرييت بلاقي في اشكال او ادوات بتساعدني في ان ارسم اشكال. لو حد شغال في اوتوكاد 3 دي هيلاقي نفس الادوات ديت، او في 3 دي ماكس، او في السكتش اب، او في ايه تاني، السوليد ووركس، الانفنتور، نفس الادوات دي موجوده. طيب لو اخترنا اكستروشن دي اسهل حاجه، مجرد ان انا برسم حاجه 2 دي وبديله الارتفاع، ده الارتفاع بتاعي، ده الدبس بتاعي، انا اخليه مثلا 300، وارسم اي شكل هنا اي شكل. خلينا نيجي هنا واقول له انا عايز ارسم مربع، المربع ده عشان انا مختار له ديبس هيبقى ايه، هيبقى 3 دي. اخترت اول نقطه وتاني نقطه، تمام، ظهر لي فيل. هتدوس على الايفال دي، ايه حكايه الايفال ديت كده؟ انا ربطت الخط ده بالريفرنس بلان دوت، هقول له اوكي. تمام، لو انا جيت هنا في الخط دوت وحركته بلاقي ان الشكل نفسه اتحرك معايا. تمام، احنا ماشيين واحده واحده لحد ان شاء الله ما نعمل فاملي مع بعض. تمام، يبقى تاني انا اول حاجه عملتها رسمت ريفرنس بلان، دي حاجه اسمها بتبقى زي كونسترين، حاجه بتحكم الشغل بتاعي، بحيث انا مثلا لو رسمت المربع ده وبدون اي تحكم خالص، لو اتحرك يمين شمال ما فيش اي قواعد تربطه، فالريفرنس بلين بيحكم. ورسمت الدايمنشن عشان يبقى اليمين قد الشمال واللي فوق قد اللي تحت، يبقى كل المسافه بينهم واحده مع بعض. تمام، طيب انا دلوقتي بقى عايز اتحكم فيه عن طريق ايه، رقم. يعني انا ببص في الخصائص الاقي مثلا يقول لي الاكس 300، اروح مخليه 400 يتغير معايا اوتوماتيك. اعمل الموضوع ده ازاي؟ عايز ارسم دايمنشن، هاجي هنا اقول له ارسم لي الدايمنشن من هنا لهنا،
ودايمنشن تاني من هنا لهنا، تمام؟ طيب ممكن اجي هنا واقول له الليبل دوت، اختار له ليبل من هنا، مفيش عندي اي ليبل خالص، اقول له طيب ضيف لي ليبل جديد، اقول له ده مثلا ويت. طيب ده هيبقى طيب ولا انستنس؟ طيب يبقى هيبقى المجموعه كلها انستنس، يبقى العنصر ده بس. انا عايز طيب، عايز كل الفاميلي او كل الطيب دوت يتغير مع بعض، لو عندي كذا واحد وغيرت في واحده فيهم يتغير كله مع بعض، تمام؟ هيبقى نوعه ايه؟ هو طبعا لينس، وهيبقى دايمنشن، هيتحط طبعا في الخصائص بتاعت الدايمنشن، اقول له اوكي. ده بقى اسمه ايه؟ ويت. طيب هاجي هنا وهقول له اعمل لي دايمنشن تاني واسمي ده هاي. هاجي هنا برضو بعد ما رسمت الدايمنشن هقف على الرقم ولا يظهر لي الليبل، هقول له ممكن اختار ويتس، يبقى ده ادي ده، تمام؟ ممكن اختار ويتس، او اجي هنا ثانية واحدة، في اصلا واحد هنا احنا كنا رسمناه المرة اللي فاتت. اجي هنا اقول له ايه؟ انا عايز اضيف برامتر جديد هاي، اتش اي اي جي اتش دي، ده الهاي. طيب ولا الانستنس؟ هخليه برضه طيب واقول له اوكي، تمام؟ طيب لو انا جيت بصيت هنا بلاقي ادهو الويتس والهاي. لو جيت وغيرت قلت له خلي لي ده مثلا ده 2200، خليتها 3000، وخلي لي ده 4000، ابلاي كبر اهو زي ما انت شايف، تمام؟ اقول له مثلا خلي ده 600 وده 600، ابلاي اوكي، تمام؟ ده الشكل اهو، تمام كده. انا بدات اغير في الخصائص نفسها، الشكل نفسه اتغير. دي اول خطوه انا كنت عايزها، ان انا دلوقتي ايه، حتى لو انا واقف في 3 دي ودخلت في الخصائص وقلت له خلي لي دي 700 وخلي لي ده 700 وقلت له ابلاي، هتلاقي الشكل اتغير معايا تحت، هو ده اللي انا عايزه. طيب لو انا عايز بقى ارسم شكل فوق، بس عايز بقى اغير شويه، انا عايز ارسم شكل قريب من المثلث، يبقى القاعده بتاعته هي القاعده الكبيره وفي مربع تاني اصغر منها الناحيه دي، تعال نرسم شكل مع بعض ونشوف. عندي هنا امر اسمه بليند. بليند ده بيرسم ايه؟ بيرسم قاعدتين ويوصل بينهم، ممكن يكون القاعدة اللي تحت مربعة والقاعدة اللي فوق مدورة، مفيش أي مشكلة خالص، تمام؟ ريفولف برسم شكل وبرسم محور وشكل بيلف حوالين المحور. سويب برسم شكل وبرسم مسار والشكل ده بيمشي في المسار. سويب بليند برسم شكلين ومسار، هو بيرسم الحاجات اللي بين الشكلين دول، تمام؟ ده سويب بليند، يعني بس يعني ده اللي سويب، بس سويب برسم شكل ومسار، انا برسم شكلين ومسار هو بيرسم بينهم. فويد بيرسم تفريغ للشكل الموجود، يبقى عندي شكل موجود وبرسم فراغ بياكل من الشكل الموجود، فاقول له ايه؟ بليند. بيقول لي ايه؟ ارسم القاعده اللي تحت الاول. اقول له ماشي ارسم لي القاعده اللي تحت. جيت رسمت القاعده اللي تحت، تمام؟ ابدا اقفلها، ماشي، والخط دوت اظبطه، وحتى بعد ما اخلص شغل ليا ان انا ابدا اعدل فيه عادي مفيش مشكله، بس انا شايف ان هي اسهل تعدل وانت شغال، تمام؟ طيب انا عايز ارسم الخط اللي جوه، بس انا ما عنديش الخطوط اللي هي الكونسترين ديت، ماشي، ممكن اعمل الشكل اللي جوه وبعد كده اعمل الكونسترين واظبط عليه، تمام؟ او ممكن كرييت شوف ارسم. طيب خلينا نخرج من الامر، نرسم الخطين الاول، اقول له يس، تمام؟ ارسم الخطوط الريفرنس بلاند اللي تحكم لي الشكل اللي جوه، بعد كده ابدا ايه ارسم شكل تاني، اقول له انا ريفرنس بلين، ارسم اهو الخط دوت والخط دوت والخط ده والريفرنس بلين دوت، تمام؟ وابدا ارسم الـ نفس فكرة الدايمنشن هنا، من هنا لهنا من هنا لهنا، تمام؟ اقول له ايكوال، وبرضه نفس الفكرة هنا، من هنا لهنا من هنا لهنا، وقول له ايكوال، وهنا برضه ارسم ويتس 1، ارسم دايمنشن من هنا لهنا ودايمنشن من هنا لهنا،
اجي على دوت، ممكن اقول له ده خليه لي ويدث 1، واقول له اوكي. واجي هنا اقول له حط لي ده في بارامتر اسمه هاي اتش اي اي جي اتش تي 1. اوكي، ده اللي للشكل اللي جوه. تمام. طيب هبدأ ارسم بقى اللي احنا كنا لسه بنرسمه شويه، البلينت. هرسم القاعده اللي تحت اهي، وارسم القاعدة اللي فوق، بس اخلي المسافة بينهم 350. edit top، تمام، وارسم القاعدة اللي فوق. اوكي، في عندي مشكلة هنا، ايه هي؟ ان القاعدة بتاعتي بدأت من اوطى حتة بالشكل مش من الحتة اللي فوق. انا لو بصيت في 3 دي الاقي ان الشكل ده بدأ معايا من تحت مش من فوق. تمام، مفيش اي مشكلة خالص، انا كنت ممكن اعدلها من الخطوات وانا برسم. ممكن اجي هنا في الالفيجن واختار الشكل دوت واللي يطلع لي هنا، وده اعمل اطلع لي كده. وممكن ارسم برضو كونسترين هنا لو انا عايز، لو انا شايف ان الموضوع يحتاج هرسم هنا كونسترين وفوق كونسترين، وابدا اظبط الدايمنشن واختار الدايمنشن اللي انا عايزه واربطه زي ما احنا عملنا في بقيه الشكل، يعني سواء في سيكشن او في بلين مفيش اي مشكله خالص. تمام. طيب هرجع دلوقتي هنا، وعايزين نبدأ نظبط الموضوع ده. تعالى نجرب في 3D نشوف الشكل هيظبط ولا لا. تمام، عايز اتاكد برضو من حاجه، تعالى نقف هنا اقول له لو انا عايز اعدل ادي التوب، عايز اشوفه مربوط بيه ولا لا. لا مش مربوط بيه، لو حاجه ما اتربطتش بنربطها تاني يعني مفيش اي مشكله. لو انت بتربط وانت بترسم بيبقى اسهل، لان بيبقى كل المحددات ظاهره معاك، فتبدا ايه تقول له اربطه مره واحده. تمام، اقول له ايه اديت بيس، اشوف اللي تحت مربوط برضه ولا لا، اعمل له كونسترين ولا لا. لا مش معمول. اجي هنا اقفل، اقول له ايه اوكي خلاص كده كده الشكل اترسم على طول. طيب لو جيت في 3D، تمام، ودخلت هنا في قلب الايه الفاميلي تايب، وجيت على دوت ده 700، قلت له خليها 600 وخلي لي ده 600 وخلي لي ده 200 وده 200، وقلت له ابلاي، هتلاقي الشكل فعلا اتعدل زي ما انا عايز. ممكن اقول له خلي لي ده مثلا 400 وده 400، قلت له ابلاي، هتلاقي الشكل برضه ظبط زي ما انا عايز. فكده بقى عندي تحكم في الفاميلي زي ما احنا كنا بنشوف في الشغل، ما كناش عارفين جت منين، كده عرفنا ازاي نعملها. عليكم السلام ورحمة الله. ماشي، طيب كده خلاص عرفنا ازاي نرسم الشكل اهوت، ونبدأ نحملها في المشروع. ممكن اقول له لود انتو بروجكت واقول له حملها لي في المشروع دوت، هو هنا بيجيب لي اسامي المشاريع الموجودة وانا اختار المشروع اللي موجود. تمام، كده اتحمل الفاميلي، هيتحمل معايا وابدا اشوف انا عايز احط فين. تمام، هو هنا مش هوستد، ما دام مش هوستد يبقى هاجي هنا وادي له ايه الارتفاع بتاعه. هو هنا مظبوط على 2000، بس ممكن تكون هنا الووتر مطفي فيه الاير تيرمينال، فاحطه هنا واقول له في بي. الاير تيرمينال فعلا كانت مطفيه والدكت كان مطفي، فراح مفعلهم دلوقتي وبلغيهم بقى بعدين. اوكي خلاص، الاير تيرمينال كده بقى ظاهر معايا. طيب انا لما بقف على الاير تيرمينال ديت، عايزها زي بقيه الاير تيرمينال، عايز لما اجي هنا يبقى فيها كذا كذا تايب مش تايب واحد، وعايز لما اقف عليها يديني كونكتور ان انا اوصل بالدكتات. عايز اعمل الموضوعين دول عشان تبقى فعلا انا عامل اير تيرمينال حقيقي. طيب ازاي اعمل بقى موضوع كذا تايب؟ اجي هنا وهقول له انا عايز اعمل تايب جديد، هقول له كام في كام، هقول له انا عايز اعمل 600 والنك بتاعها 200، او ماشي خليها 200 مفيش مشكله، اقول له اوكي. وعايز اعمل واحده جديده 600 والنك بتاعها 300،
وممكن نعمل واحدة جديدة برضو 400. خليها 200. اي فورم اللي انت عايز تعملها تبدأ تكتب الاسامي اللي انت عايزها في الاسامي اللي فوق، وابدأ بظبط. يعني هنا قلت له 400، يبقى كده اقول له ده خلي ده 400 وخلي ده 400 وده 200 وده 200. تمام. طيب لو جيت هنا قلت له ده 600 في 300، اخلي الاسم اللي فوق بيعبر عن اللي تحت، اقول له ابلاي اوكي، اقول له لود انت بروجكت، عامله لي في المشروع اوكي. اقف على الفاميلي، باجي هنا ابص الاقي بدات الحاجات اللي انا لسه عاملها جديده بدات ما ظهرت معايا في قلب المشروع. ابدا اغير زي ما انا عايز، واول حاجه ما اختار حاجه هي اوتوماتيك هتعدل هنا. يعني لو قلت له 600 في 300 هتلاقي الدوريه اللي في النص دي بدات تكبر شويه. تمام. طيب هدوس كنترول تاب عشان نرجع للفاميلي تاني. ماشي. طيب انا فتحت كذا حاجه قبل كده، فاروح قافل ايه جاز يخف شويه. طيب دلوقتي احنا عملنا ديت، عايز اعمل حاجه كمان بقى، ان انا ازود خاصيه مثلا، وليكن مثلا الفلو، اقول له اد برامتر، اقول له انا عايز ازود خاصيه اسمها الفلو، كميه الهواء اللي ماشي معايا. طيب هل هو الفلو ده عباره عن كومون ولا عباره عن حاجه في التكييف؟ في التكييف عباره عن ايه؟ عباره عن الاير فلو. طب هيتحط في انهي جروب؟ هيتحط في الميكانيكال فلو. طب ده طيب ولا انستنس؟ لا ده انستنس. ليه انستنس؟ لان كميه الهواء هتختلف من اير تيرمينال لاير تيرمينال التانيه. ممكن نفس الاير تيرمينال بس واحده محطوطه في اوضه مهمه بتاعت المدير، واحده محطوطه في موظف زي حالاتي كده، فمش مهم نحط له اي تكييف خلاص. فاقول له ايه اوكي تمام. فباجي بص كده، فبلف في الميكانيكال فلو ظهر لي حاجه اسمها الفلو، ما دام قال لي ديفولت جنبيها بين قوسين يبقى اعرف ان دي انستنس. تمام. والقيمه بتاعته كذا. ممكن اجي هنا في ال دي الفورمولا ديت، اروح قايل له بقى اكتب له متغير واضربه في متغير تاني. يعني هنا بكتب معادله، يعني ممكن اقول له ايه جيب لي الويت في الهاي، فيعمل ايه؟ هشوف الويتس والهاي ويروح ايه ضاربهم في بعض ويجيب لي القيمه هنا. تمام. دي لو انت عايز تظبط ايه معادله معينه بحيث تجيب منها كميه الفلو، ممكن اقول له كميه الفلو الديفولت بتاعها ب 200. تمام. وتتغير بعد كده، سهل ان انت تعدلها في قلب المشروع. تمام. كل واحده من دول ممكن تظبط لها قيم مختلفه. يعني اجي هنا اقول له ده مثلا 100، ممكن اجي هنا اقول له ده خليها مثلا ب 500. تمام. دي شويه قيم بدانا نضيفها في قلب المشروع، هقول له ابلاي اوكي. طيب كده انا ضفت بعض المتغيرات، ممكن اضيف اي متغير تاني انا عايزه مفيش اي مشكله. هقول له اد برامتر وابدا ازود اي برامتر انا عايزه. ممكن تحط تكست عادي يبقى معلومه عاديه. تمام. طيب عايز ابدا ازود فكره الكونكتور. تمام. الكونكتور ممكن نضيفه في اي حاجه في 3 دي او في سكشن او في اي حاجه مفيش اي مشكله. من كرييت بلاقي دي حاجه اسمها كونكتور. هل انت عايز تزود دكت ولا الكتريكال ولا كيبل تري ولا كوندت ولا بايب؟ اقول له مثلا عايز ازود دكت كونكتور. تمام. اول ما برم الشكل هو بيختار، بيقول لي مثلا عايز دوت، فبدوس تاب بيجيب لي الشكل التاني. تمام. ممكن اقول له ورك بلان وابدا اختار انا بقى اي شكل عايز، اقول له بيك بلان وراح مختار مثلا البيك بلان دوت، وما فيش اي مشكله. يعني عندي كذا طريقه ان انا اضيف بيها الشكل دوت. طيب هنا كاتب لي الويتس والهاي، انا عايز ايه اخلي الويتس دوت ما يبقى قد الشكل الصغير دوت. اجي على الويتس دوت الاقي علامه زائد، اروح داس عليها واقول له اربطها لي بالويتس 1 اوكي، والهاي اربطها لي بالهاي 1. على فكره ما دام الاثنين قد بعض كنا ممكن نخلي ده نفس الاثنين نفس القيمه. تمام كده ارتبطوا ببعض. لو انا جيت هنا وغيرت، اخترت بس 600 في 600 في 300 وقلت له ابلاي، هتلاقي الكونكتور نفسه كبر. تمام. ونفس الكلام لو عايزين نضيف كهرباء او بلامنج او اي حاجه، هاجي الكتريكال واروح ايه دايس هنا واقول تاب، اروح مختار مثلا حط الكونكتور هنا. طيب لو انا عايز اعمل هنا زي فتحه هنا او اي حاجه تحط عليها كونكتور، يعني انا عايز مثلا ازود زي حته صغيره هنا ابدا احط عليها كونكتور، اول حاجه لازم اظبط الورك بلان. هو الورك بلان على طول بيشتغل في الحته اللي تحت، اقول له ورك بلان سيت
وروح قايل له بيك قبلان اوكي، وروح مختار الشكل ده كده، يبقى انا هشتغل في الجزء اللي فوق. لو عايز اشوفه اقول له شو، يبقى انا اللي انا هرسمه هيترسم على الجزء ده. في ال 3 دي بيبقى الموضوع متعب شويه، فلازم اظبط الورك بلين عشان يترسم صح، واقول له اكستروشن، وراح مثلا رسم دوريه مثلا هنا على سبيل المثال ماشي. وممكن بقى ايه تصغرها تكبرها، تكبر القيمه الرقم دوت، ممكن تغير القيمه من هنا على طول ماشي، وتيجي هنا كرييت، وتروح مزود الكتريكال الكتريكال اهي تمام. دي خلاص بقت عندي وصله كهرباء في الاير تيرمينال. طبعا دي حاجه مش مظبوطه، بس احنا بس بنشوف الفكره بتاعتها تيجي ازاي. ونفس الفكره بالبايب وكيبل تري، لو اي مكان عندك عايز تزود حاجه منهم بتروح قايل له كونكتور وتروح مزوده عادي تمام. طيب خلاص كده اقول له لود انت بروجكت الدارين، بيقول انت عايز تحمل حاجه اه ماشي. تمام طيب ايه اقول له؟ انا عايز احط اير تيرمينال تمام، واروح حاططها مثلا هنا. طيب عايز ارسم ضغط، اقول له انا عايز ارسم ضغط باي مقاس انا عايزه، ده الضغط اهوت، هوصل الاير تيرمينال دوت بالضغط دوت، اسحبها بس شويه كده عشان ايه يبقى في مسافه تتوصل، واقول له كونكت انتو. خلي بالك هو عارف ان دي اير تيرمينال وعارف انها هتوصل بضغط، هو بس بيقول لي مفيش مساحه كافيه ان انا احط الفيتنج تمام. طيب ممكن نكبر ان نرفع ده سنه او انزل ده سنه، اقول له ده مثلا خلي ده على 1500، واقول له كونكت انتو. تمام هي الرساله دي عباره عن ايه؟ بيقول لي الضغط اللي انت رسمه دوت مش سبلاي، بينما الاير تيرمينال دي عباره عن سبلاي تمام. فهي بسيطه يعني، مجرد ان انا اختار وانا برسم الضغط اقول له خليه سبلاي، ما فيش مشكله تمام. بس اهو خلاص كده بقى عندي الفاميلي شغاله معايا. وبنفس الطريقه دي تقدر ترسم اي حاجه الكتريكال نفس الخواص ديت، يعني مجرد تعمل ايه تختار الحاجه اللي انت عايزها، واجي هنا واقول له انا عايز مثلا الكتريكال تمام، تختار الالكتريكال اكوبمنت مثلا اوكي تمام. وبعد كده ابدا احط الريفرنس بلان بتاعتي، وبعد كده ارسم الشكل بتاعي زي ما انا عايز. ممكن تكون مثلا عايز ترسم مستطيل، عايز ترسم حاجات ادفانس شويه. وبعد كده هبدا احط الدايمنشن بحيث ابدا اظبط تكبر تصغر معايا. هدخل هنا وابدا اعمل كذا طيب بحيث ابدا اتحكم فيه، يبقى عندي مثلا طيب 600 في 300، اي طيب ممكن تسمي اي اسامي انت عايزها. بعد كده زود برامتر زي ما انت عايز، شوف المشروع بتاعك ايه الحاجات اللي انت محتاجها. يعني الاير تيرمينال ممكن تكون محتاجه مثلا برامتر غير كميه الهواء، ممكن تكون محتاجه مثلا ايه تاني الشركه اللي مصنعاها، ممكن تكون محتاجه اي برامتر عايز تحطها حطها مفيش اي مشكله خالص ماشي. وبعد كده ابدا احط الكونكتور. يبقى انت كده خلصت اي فاميلي انت عايزها موجوده في الدنيا، ممكن تعملها بنفس الطريقه. اخر حاجه هاجي هنا، ممكن لو انت عايز تزود اي حاجه بقى 2D زي اشكال الاسهم، اقول له موديل لاين وابدا ارسم شكل اسهم. تبدا ترسم اي شكل انت عايزه، مفيش اي حاجه، ارسم كل اللي انت عايزه ماشي. بلا عندي حاجه اسمها كنترول. كنترول دي ايه؟ ده بيديني مثلا ان انا اقول له ايه اللي زي الباب، ان انا بقول له مثلا لف يمين لف شمال. باجي هنا واقول له ايه، راح احط هنا مثلا ده كده، اول ما احط ادوس على السهم ده يقلب لي الفاميلي دي يمين ويقلب لي شمال يمين وشمال تمام، زي ما كان موجود في الباب. يعني لو انت بصيت للباب لو انت بصيت لاي باب بتلاقي نفس الكنترول دي موجوده،
ان انا ادوس عليه يروح الناحيه الثانيه، تمام، يعني يطلع يمين او شمال زي ما انت عايز.